بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. حضراتكم الطلب مني إن نعمل إيه، جولة، يعني جولة دقيقة جدا على إيه، على سخانات البوفيه. قلت أعملها لحضراتكم قبل التخفيضات ما تنتهي. معلش دي غلطة مني أنا، التخفيضات هتنتهي يوم السبت 8/1. انا كنت كاتبه الجمعه 8/1، لكن ايه السبت هو 8/1، يعني اخر يوم في التخفيضات يوم السبت ان شاء الله. النهارده الخميس 6/1، والتخفيضات هتنتهي يوم السبت 8/1. انا اسفه يعني على الغلطه دي يا جماعه، سامحوني، اختلط عليا الامر في التواريخ يعني كده. نقول بسم الله ونبدا. هنا ده سخان بوفيه اهو، ابيض بورسلين وعليه غطاء ازاز، هو الستاند بتاعه ايه ذهبي، ومن تحت اهو الشمعه بتاعته اهي، شمعه كبيره يعني. ده كان ب169، اصبح بكام؟ ب119. هو ايه 16 انش، والانش 2 سم ونص، احسبوها انتوا بقى. ادي ده سخان، هو ايه مستطيل. هنا في اتنين مع بعض، اتنين سخان مع بعض اهو، ده برضو ب119، وده 13 انش، يعني الواحد منهم 13 انش، هما اتنين مع بعض برضو بكام؟ ب119 ريال، من 177 ريال، اتنين مع بعض، والغطاء الزجاج يعني. انتوا حضراتكم بتاخدوه بالكرتونة بتاعته زي كده مثلا، بس ده نقش عصير، انا بوريكم يعني ايه كشكل يعني. هنا ده نقش عسيري اهو، ده بيضاوي ما شاء الله جميل، واليد بتاعته اهي، والستاند بتاعه برضو حلو هادي كده ورقيق، وثلاث شمعات. ده كان ب199، اصبح بكام؟ ب155 ريال. التخفيضات يا جماعه ان شاء الله اخر يوم، يوم السبت 8/1، يعني قدامكم ان شاء الله فرصة الخميس والجمعة والسبت. رخامي ابيض بستاند كان ب218، اصبح بكام؟ ب159 ريال، وبرضو ثلاث شمعات، والغطا زجاج، وهو ايه رسمة الرخامي كده، رخامي اسود في ذهبي، واليد بتاعته اهي سودا برضو اهي، وهو مستطيل. ده مش مكتوب عليه كام انش، بس كبير، ده حلو في العزايم كده، في المناسبات. ربنا يجعل ايامكم كلها افراح ومناسبات سعيده ان شاء الله. هنا ده بيضاوي رخامي ابيض في ذهبي، كان ب218، اصبح برضو ب100 كام؟ 159، يعني الاثنين زي بعض، بس ده بيضاوي وده ايه مستطيل. هنا طبعا حضراتكم عارفين الشمع اهو، يعني متوفر، يعني حضراتكم تاخدوا الفتيل بتاعه او الشمعة بتاعته اهي، يعني دي مثلا كام ساعة، دي بيبقى مكتوب بتقعد كام ساعة، دي ب5 ريال، شمع فتيل صغير، ده الحجم الصغير ب5 ريال، مكتوب عليه كام ساعة. استنى البس لكم النضاره عشان ما بشوفش اصلا. الحجم ده 200 جرام، ومكتوب عليه يقعد كام؟ 3 ساعات، و200 جرام اهو، 3 زائد اتش ار يعني ايه، هو 200 جرام، ده بيقعد 3 ساعات، والكبيرة منه بتقعد 6 ساعات، الكبيرة ب7 ريال اهي، 6 ساعات اهو، مكتوب عليه 6 ساعات، وهنا مكتوب 6 اهو، 6 اتش ار اهو، يعني المتهيأ الكبيرة ما شاء الله ضعف الصغيرة ب5 ريال، يعني هاتوا الكبيرة احسن ب7 ريال. ادي الفتيلة، شمعة الفتيلة اللي انتوا بتحطها ايه مع سخانات البوفيه. وفي حجم صغير دي برضو ب5 ريال، بتقعد ساعتين، لا تقول اللي هي بتقعد 3 ساعات، والست ساعات احسن.
عشان الاكل اللي يفضل سخن. دي برضو بتقعد ساعتين وميد الشاينه، بس مش مكتوبه كام جرام، او انا اللي مش شايفه يعني، او يعني في بتقعد ساعتين، في بتقعد 3 ساعات، في بتقعد 6 ساعات اهو. طبعا دي سخانات بوفيه برضو اهي، بس دول لا دي اللي عليها عرض 119 ريال، ما شاء الله كبيره، مستطيله كبيره، بورسلين والغطا زجاج اهو، ولها ستاند يتعلق في الغطا عشان الغرف يعني وكده. 119 من 159، وهي ايه 16 انش، والانش 2 سم ونص، انا حافظاها يعني. اهو دول شرحناهم يعني، دول طبعا مش مكتوب عليهم خاص، هنا دول برضو مش عليهم خاص، انا هصور لكم اللي عليهم خصم بس. دي قلناها ودي قلناهم برضو، ودي دول اتنين نقش عسيري اهو 30 سم ونص الاتنين على 159 ريال من 219، نقش عسير واتنين شمعة، دي ب99 ريال نقش عسيري برضو، ده مربع وده مستطيل، 199 ريال من 129 ريال، 28 سنتي. هنا دي 30 سنتي مستطيلة وعالية ما شاء الله عالية، وشكلها جميل، والذهب بتاعها جميل برضو، والغطا زجاج 99 من 129. هنا دي بيضاوي نقش عسيري، مش عارفة مش شايفه، كان ب199 اصبحت بكام؟ ب155، ودي 43 سنتي بيضاوية اهي وكبيرة ما شاء الله، 43 سنتي كبيرة. هنا دي بقى يعني ايه اسطوانية كده عالية، ب99 من 129 ريال ومقاس 26 سنتي. عايزة اوريكم الاسعار برضو اهي، انا هاخد لكم الصف اللي تحت وبعد كده ايه اطلع لفوق يعني، عشان يبقى كده صورت لكم كل السخانات البوفيه، عشان الاخت اللي طلبتها مني كذا مره، وانا اسفه يعني ان انا ايه صورت كده، اني كنت بديكم فكره يعني ان التخفيضات قربت تنتهي. ده 30 سنتي ونص واسطواني عالي يعني اهو، ونقش عسيري ب 155 من 199. هنا دي طقم شوربه، احنا كده خلصنا سخانات البوفيه، لسه هطلع لكم بقى فوق ولا نكمل فوق. هنا ده بيضاوي عامل زي الكره الارضيه، كل ما اشوفه افتكر الكره الارضيه. رخامي هو وردي 139 من 179 ريال، وهو مقاس كان 26 سنتي ونص، اهو شكله حلو. هنا 155، ده المستطيل بقى من البيضاوي من 199، مقاس 43 سنتي. هنا 99 ريال، ده برضو حلو، 99 ريال من 129، مقاس 29 سنتي ونص. هنا ده رخامي مش عليه خاص، الابيض ده مش عليه خاص، كل ده. ندخل بقى في اللي عليهم خصم عشان تستفادوا من العروض. وصلنا لغاية هنا، ده بقى ما بيتعملش عليه خصم خالص، اللي هو صحتين وعافية ده، بس سعره كويس 179 ريال، طقم زبديات شوربه، وفي طبعا فيها سخان 2 حبه يعني سخان، 2 شمعه يعني، ومغرفه، و6 معالق سيراميك، و6 بولات شوربه، والنقشه بتاعتهم هاديه وجميله كده، وايه ودي اللي هي بتاعت الشوربه يعني، البوله بتاعت الشوربه كبيره، مش عارفه اجيبها لكم ازاي اهي، يا رب تكون واضحه اهي. والغطا اهو ليه علقه، 179 ريال، دي برضو مش عليها خاص، دي دي طقم شوربة برضو وفيها سخان، شكلهم جميل بصراحة، شيك جدا، 179 ريال. اهي عشان مش شايفة بالنضارة القريبة، اهي ما شاء الله جميلة برضو، والنقشة بتاعتهم حلوة، اهي النقشة جميلة، وقلبها ابيض من جوه زي قلبكم ما شاء الله اهي، والخلف اهو. ومغرفة و6 ايه معالق ايه، دي المغرفة سيراميك
ودول ست معالق وست بولات بيدين، والبولة بتاعتهم الكبيرة والغطا زجاج برضو. دي الشكل ده جميل برضو ب214، دي مش عليها خصم 214 برضو، ستة والبولة الكبيرة والمغرفة وست معالق. هنا نيجي لدول بقى، دول عليهم خصم، دول اللي هم الدورة دي. انا بحب العب كل ما اجي الف الف فيها كده والعب. 249 ريال من 369 ريال، 21 قطعة، وبتاخدوها بالكرتون. في اللي هو النقش الرخامي ولامع كده، وفي ايه المطفي ده برضو 21 قطعة ب259 من 327. يا رب. هنا دول نقش عسيري اهو ما شاء الله، والبولة بتاعتها اسطوانية طويلة، البولة بتاعتها اسطوانية طويلة، والغطا بتاعها شكله حلو. 179 ريال من 269 ريال، 15 قطعة، برضو ست معالق وست بولات، بس دول ملهمش يد. احسن حاجة يا جماعة هتموا يد عشان تبقى سهلة في المسك كده يعني. طبعا لو شديت كده ممكن الدنيا كلها تقع عليا. وهما فيهم اتنين شمعة، ودي برضو نقش عسيري برضو، ده 15 قطعة، 179 ريال برضو من 269، 15 قطعة كلهم نفس السعر، كل النقش العسيري بس ايه النقشات مختلفة يعني، او الالوان مختلفة. 179 ريال من 269 ريال. دي اطقم شوربة وفيها سخان برضو نفس السعر. دي كانت دي 18 قطعة، ده برضو حلو وشيك قوي. 18 قطعة كان ب218، اصبح بكام؟ ب179 ريال، 179. كل سخانات البوفيه دي او سخانات الشوربه يعني، طقم الشوربه يعني، طقم شوربه بورسلين نقش مربع ذهبي اللي هو ده، 179 ريال من 218، 18 قطعة، كل قطعة تمتح قطعة. دي شكل اللي على الكرتونة يعني، الحاجة مش هتاخدوها اللي في العرض، هتاخدوها اللي بالكرتون بتاعها، شكلهم حلو بصراحة يعني. 179 ريال. هنا ده برضو ب179، اهو نقش عسيري، وده واضح كده هجيبه لكم من فوق اهو، الغطا بتاعهم ما شاء الله حلو، وهو غويطة جدا ما شاء الله، وهو ست بولات. احسن حاجة هاتوا ام يد عشان تبقى ايه مسكتها حلوة يعني. اهي والنقشة بتاعتها جميلة، والقلب الابيض اهو جميل زي قلوبكم البيضة. جزاكم الله خير، شكرا لكل الناس اللي بتشجعني وبتسأل عني، ربنا يجزيكم بكل خير. اه ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميل جدا ده. النقشة دي بصراحة ممتازة، اللي هي النقش العسيري دي 179 ريال، اهي 100 100. في اللون الوردي اهو، ما شاء الله لا قوة الا بالله، والحلة بتاعته اسطوانية وغويطة اهي، وقلبها ابيض من جوه زي قلبكم ما شاء الله، البياض ناصع زي قلوبكم اهي، والغطا بتاعها اهو، والبولات بتاعتها بس دي بدون يد، متوفر منها اللون الوردي واللون الابيض واللون الرخامي ابيض في ذهبي واللون الاسود، كلهم على 179 ريال، 179 ريال. وده شكل تاني اهو، وكلهم 15 قطعة برضو، فيهم سخان بوفيه يعني، اطقم الشوربه دي فيها سخان بوفيه من تحت عشان ايه الشوربه تفضل سخنه، او الحاجات اللي انتوا عاملينها يعني فيها يعني. ده حلو ده برضو، وفي يد اهو ما شاء الله، وعليه السيف جيلري 179 ريال. كل اللي حضراتكم شايفينهم دول على 179 من 259. في الاسود في
الاسود في دهبي رخام يعني، وليه علقة للغطا اهو، والابيض هنا في اطقم شوربة كانت ب149 14 قطعة، اصبحت بكام؟ ب59 ريال. هي سادة و14 قطعة، والبولة بتاعتها ايه يعني عليها بتاع خصم يجي 70%. وده الشكل التاني اهو، كانت ب163 اصبحت ب69 ريال 15 قطعة. هي دي كلها اطقم الشوربة وسخانات البوفيه. اي نختم هنا ان شاء الله. بصراحة انا يعني ايه اتكلمت في كل حاجة يعني، شرحت لحضراتكم كل حاجة، والاخت اللي طلبتهم مني ادينا، والعرض ان شاء الله لغاية يوم السبت 8/1. انا اللي كنت غلطانة يا جماعة، كنت افتكر الجمعة 8/1، طلع السبت 8/1. انا اسفة على الغلطة دي. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة وتخفيض جديد ومهرجان جديد من مهرجانات السيف جلاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.